مرحبا بكم. لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي عديم الأخلاق، هذا كلاب مدربة تستخدمها في حربها على غزة. ولأجل تمييز بداية أقصد بالكلاب تلك التي على يسار هذه الصورة هنا، الكلب الآخر هذا الذي أقصد، هذا الكلب البوليسي لديها وحدة عسكرية خاصة، وحدة عوكيتس، وهي ضمن أفضل وحدات الكلاب المدربة في العالم. يتم تجنيدها لثماني سنوات قبل استخدامها في الهجوم والدخول إلى الأماكن الضيقة وتحديد مواقع الأسلحة والكشف عن المتفجرات. هذه الكلاب التي يتباهى بها جيش الاحتلال اصطدمت بظاهرة غريبة ومفاجئة لم يتوقعها، حيث قامت المقاومة بتجنيد كلاب ضخمة لإخافتها ومهاجمتها، ما ألهت كلاب الاحتلال البوليسية وعطلت مهامه لتثبت حنكة المقاومة وبتكنيكاتها أيضا، وكشفت مرة أخرى ضعف جيش الاحتلال الذي يدعي أنه لا يقهر. صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اعترفت بفشل كلاب وحدة عوكيتس المدربة في مواجهة الكلاب الضخمة التابعة للمقاومة، حيث تقول الصحيفة أن وزارة دفاع إسرائيل لجأت لشراء كلاب مدربة من أوروبا للاستعانة بها في حرب غزة إثر فشل كلابها في تنفيذ مهامها. الصحيفة أيضا اعترفت بمقتل 17 كلبا عملياتيا حتى الآن في المعارك الضارية مع المقاومة في غزة. وطبعا للكلاب الإسرائيلية استخدامات أخرى غير عسكرية، مهام وحشية ضد المرضى في المستشفيات، وترهيب المدنيين، ومداهمة المنازل لنهش أجساد الفلسطينيين. نستمع لقصة اعتراف جندي إسرائيلي في هذا الفيديو. We used to do terrible things. We throw in shock grenades into the houses and we laughed, and I can tell you a thousand stories. One time we put a dog barking on a kid and the kid started to piss himself. And everybody laughed and the mother was crying and what can I say? إذن هكذا يتم استخدام الكلاب البوليسية. على وسائل التواصل الكثير علق حول هذه الظاهرة، نستعرض بعض تعليقاتكم. فارس الجزائري قال: جاءوا بكل ما أنتجته مصانع أمريكا وتباهوا بالمركافة والمسيرات والقذائف وكلاب 5 نجوم وفشلوا، بينما المقاومة واجهتهم حتى بالكلاب الجائعة. شكرا أيتها الكلاب المقاومة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما خالد رويشان فغرد على إكس وقال: في الأنفاق والشوارع حتى كلاب غزة تقاتل وحكام العرب يتفرجون. أما محمد فعلق وقال: لم يخطر ببالي. دكتور محمد علق وقال: لم يخطر ببالي أبدا، إما أن القسام فكرت بتدريب الكلاب قبل الحرب وهذا يعني أنهم متقدمون عن تفكيرنا بمراحل، وإما أن الكلاب قامت بفعل ذلك من تلقاء نفسها وهذا أمر نادر الحدوث. أما عدنان الضلعي فعلق وقال: العدو هزم شر هزيمة في غزة حتى رمال غزة ترفض تواجده، شجرها وأرضها وناسها وكل شيء يرفض تواجد المحتل، فغزة ستكون مقبرة الغزاة بل هي كذلك. إذا فشل ذريع آخر للاحتلال في عدم قدرته على تحقيق أي انتصارات حتى بكلابه البوليسية، فصاحب الأرض مسخر له كل الكائنات لتحقيق الانتصار الموعود.